حطيت كل واحد بمطرحه. حلو، خذي هاي الحبة، أعطاني إياهم الشيخ. كل يوم بتحطي حبة بتذوبيها فنجان القهوة تبع جوزك الصباح، والمساء بتعملي نفس الشيء، هيك ليخلصوا الحبة. أيوة بركي حس إنه طعم القهوة غريب. قولي له غيرت نوع القهوة. كيف بدي أقول له غيرت النوع إذا كان هو بجيب كل شيء على البيت؟ لك شبكي شغلي عقلك. قولي له القهوة مسترطبة، شامة ريحة كمون من العلب. هيلا قليل، يعني هيك دبري حالك. طيب ماشي مرت عمي، لأقوم لكن أنا أتشيك وألبس للحفلة. حاكي معفن قلبي من قعدة البيت، هالحبسة جنب البنات حتجنني. اللي بيسمعك بيقول حابسينك بالسجن. طبعاً محبوسة مرت عمي، ولا نسياني إنه صار لي 6 سنين ما حضرت حفلة. بعرس بنت أختك فريال كنت حامل بجودي، وبخطبة بنت أخو مايا كنت عم بطلق بجوري. وقت جوازة مروان الأولانية كانت جن على حضني مسهلة ومسمطة وجايرة واصل حافظتهم. بدك سمع لك ياهن؟ روحي شوفي بناتك بغرفتهم لساهم عم يحكوا ولا لا؟ ولي عليهم البنات همهم للممات. وليش انا اللي معزوم؟ لانه هي حفله للبنات وبس. شو بدك تروح تعمل؟ ولا بدك تروح تشوف البنات الحلوين وتزوغ عيونك هيك وهيك؟ ان شاء الله بيقبلني. انا عندي احن واحلى وارق بنت بالدنيا بروح اطلع على غير البنات. شو شايفتيني اجدم؟ قال رفيقتي من يومين قالت لي انه اصعب شغله بالزواج هو الشخير. شو هذا الشخير؟ ايه الشخير باعتبار انه 3/4 رجالنا بتشخير. يعني والله انا على حسب معلوماتي ما بشخير. يا سيدي حتى لو بتشخير فشخيرك رح يكون احلى لحن باسمه. هن رفقاتي عم بخوفوني من الزواج انا بعرف. فكرا اني غير رايي بس ما حذر. استمر. سالي أنا بوعدك إنه حقق لك كل أمانيك وما خليكي محتاجة شيء بهالدنيا طول ما أنا عايش. بدي إياكي تكوني متأكدة إنه أنا بحبك وخلقت لأسعدك. أنا كثير بحبك.